شيخي شو عم يسووا هدول هون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. تقبل الله شيخي. منا ومنكم صالح الأعمال. معيتك شيخنا، بنروح على بيت أبو عبدو نطلب البنت. إيه والله يا سيدي، قال لي أبو صفان. يا سيدي الله يقدم يلي فيه خير. أبو صفوان قال له وين رايحين هدول؟ شو عرفوا أبو صفوان؟ أكيد هي أم وضاح حاكي قدام أم صفوان. شو أبو وضاح؟ خير إن شاء الله. لا سلامتك. يلا أبو صفوان. يلا سهر يلا. الله يصلحك يا شيخ نزير، إن إحنا ما بدنا نشربكها. شو بدي أقول لصبحية هلا؟ يا مو، هلا مو كان لازم نعزم العروس ونسوان الحارة على الحمام ونعمل حفلة هوني؟ يا مو، بنت خالك رويدة مالها غريبة، وبكرة بعد كم يوم بنعمل لها حفلة مطنطنة. أيوة. وين كنت لهلا يا مو؟ الحق أبوك عبيت عمك، عم يستناك هني. لشو في عم بيت عمي؟ راح يخطب لك رويدة بنت عمك، وعم يستناك يمكن يكتبوا الكتاب. رويدة إلي؟ ايه يا مو. يا أمي ليش هيك مستعجل؟ ايه والله مو وقتها هلا. لا وقتها ونص، ليش مو وقتها؟ بعدين عمتك أم وضاح عم تفكر تخطب رويدة لوضاح، وأنت أقدم منه. وضاح؟ ايه يا مو. ما بيكفي شايف لي حاله ابن مختار كمان رويدة؟ والله فشلت يا وضاح. يا مو رويدة، يا رويدة تعي. يا مو الله يرضى عليكي، روحي اعملي لي ابريق شاي على كيفك وخدي لابوكي. حاضر يا مو. يلا تقضيني. مرت عمي بدك مني شي؟ ساوي الشاي. إيه لا حبيبتي انت ارتاحي، رويدة عم بتساوي. توفي. أهلين وسهلين بجميع. والله هاي جيتي من المشغل، كان في عندي طلبية مستعجلة بس لقيت حالي تعبان شوية، قمت خليت الأولاد بالمشغل وإجي. طول عمرك صاحب واجهي، بس العمر له حقه يا أبو عبدو. إيه والله شايفك. دقيقة دقيقة يا أبو عبدو، لا تصب القهوة. ليش؟ مثل ما عم أقول لك. وليش بقى؟ أخي نحن جايين بطلب وما بنشرب القهوة إلا تلبي لنا طلبنا. إيه بسيطة، يلي اجوا فيه بتروحوا فيه. لا اخي لا ما بيصير هيك العوايد. عود لك، عود خلينا نحكي. طيب وي قاعده مور. اخي شو طلبك؟ تفضل احكي يا شيخنا. اخوك ابو صفوان جايبنا معه مشان نخطب المحروسه بنتك لابنه صفوان على سنه الله ورسوله. بقى شو قلت؟ بقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن اذنك شيخنا. ماشي ماشي يا أبو صفوان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو يا أبو صلاح؟ شو كنت بدك تقول؟ والله كنت تحكي شغلة بس هلأ شايف إنه مو وقتها. يا أبو عبدو مور شو قلت؟ شو بدي أقول يعني؟ البنت بنتكم، ومثل ما بقول المثل أنت فصل ونحن بنلبس شغلة، بعدين جايلكم غالي علي كثير. يعني عطيتنا إذا الله عطانا. أعطيناك إذا الله عطاك. طول بالك يا أبو صفوان، طول بالك شوي. أخي أبو عبدو أنا برأيي إنك تشاور البنت، هيك الشرع بيقول. ما بدها شيخي، ما بدها لا مشاورة ولا شيء. لا يا أبو عبدو، الشيخ نزير عم يحكي المزبوط، لازم تشاور البنت. ليش بقى صري؟ نحن من إمتى بناخد رأي الحريم؟ خلص أخي أبو عبدو حكى كلمة وخلص. ما بيجوز يا أبو صفوان، ما بيجوز. إذا كنا يعني ماشيين بالأول على خطأ لازم نظل ماشيين على خطأنا. قوم أخي أبو عبدو، قوم شاورة. أبو عبدو قوم شاورة أحسن. قوم. إيه مثل ما بتأمر. شو وين رويدة؟ جوا بالمطبخ ابن عمي. خير في شي؟ لا لا ما في شي، جاي عريس بدياك تشاوريها وتاخذي رأيها. إيه ما بدها مشاورة ابن عمي، عطيهن عطيهن وتوكل على الله. ما بدكن تعرفوا مين العريس؟ منعرف ابن عمي منعرف، وأنا شاورتها للبنت والبنت هزت لي براسها يعني موافقة.
يعني انتو عندكم خبر من الاول؟ ايه تقبرني، اجت اختك ام وضاح اليوم لعنا العصر وحكت لنا. كويس، لكن عملوا لنا شي نشربه. بتأمر امر، كل شي بدك يا جاهز. كل شي جاهز كمان؟ يعني انتو عاملين حسابكم لكل شي وانا ما عندي خبر؟ والله يا ابن عمي استنيتك لحتى ترجع من المشغل، بس انت تأخرت. خير ان شاء الله. يا رويدة، يا ام رويدة. تقبريني جهزتي الكاسات والعصير؟ ايه يا عمو كل شي جاهز. ايه يلا تقبريني انا فايتي ساعدك كمان. مين؟ انا صفوان عمي. اهلين معلم وضاح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا، وهي اجى العريس. انا رايح البيت يا بي. لوين خالي؟ ما بدك تحضر كتب كتابة بالخالة؟ ايه عود يا بي عود، بروح انا وياك. عود. شو اخي؟ ان شاء الله خير. خير ان شاء الله. يعني وافقت البنت؟ تكلنا على الله. مبروك عليكم. الله يبارك فيك. مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا بي. الله يبارك فيكم جميع. صب قهوة خالي. صب يا بي. يا اخي عم قول شو رأيك نكتب الكتاب هلا؟ وليش مستعجل؟ شو صاير عليك؟ أخي ماني مستعجل، ماني مستعجل، بس فكري إنه الشيخ نزيل موجود هون وبحضور هالوجوه الكريمة. إيه أبو عبدو، وخير البر عاجله. إيه مثل ما بتأمر شيخي. يسلموا. صب لنا فنجان وضاح. أنا رايح البيت يا أبي. لا لك وضاح، ما بدك تتركك بكتابي؟ شباك لك خالي شباك، شايفك معنا بعضك ليكون غلط بصفوان. لا خالي لا، لا غلط ولا شيء. عود خالي عود، عود. صهري، يلا بقى صار لازم تخطب له لوضاح. إن شاء الله، الله كريم إن شاء الله. لك وضاح، كنت بدك تروح بدون ما تحضر كتب كتابي؟ ليكون مانك فرحان لي. لا فرحان لك. إيه أخي، خليني نكتب الكتاب. إيه، شو عليه؟ يلا شيخي يلا. بس العروس لازم توكل ابوها ويشهدوا اثنين على الوكاله، والافضل انه نسمع موافقتها على العريس. إيه مثل ما بتأمر شيخي. خذ لنا طريق لكان. ايه سيدي، مين الشهود؟ مو مشكله شيخنا، مو مشكله. هي وضحها ابن اختي وهي عقيدة بولها. ايه عن اذنكم تكلي. تفضل اذنك معك خالي. انا ايه لك ابن اختي. ايه انت والعقيدة بولها. شرف 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 شيخي. يلا تفضل. بسم الله. يا مو هذا صهري ابو حدو. ايه يا مو. جاي مشان يرجع شهيره. وشو قلت له؟ قلت له لنشوف ايش كان شهيره بدها ترجع ولا لا. ايه يا مو، هي جوزك جاي يرجعك على بيتك، شو رايك؟ مثل ما بدكم يا مو. بس المشكلة إنه إذا رجعت هلأ بدي أتأجل مشواركم، وبخاف بكرة شهيرة ما تقدر تجي. لا أخي، بيجي بيجي أنا بكرة. قومي لكان أمي، قومي ضبي غراضي، جوزك عم يستناكي بالمضافة. مسكي يا مو، مسكي حدك، اصحي كيفيق يا مو. شهيرة واقفي خدي حلقاتي. لا أختي ما بدي ياهم. إيه لا أختي لا، تعال خديهم عم بمزح معك تعال. ليك شو صار لك؟ لك منتي شو صار لك؟ لاحقة محدو، لاحقة تروحي على بيتك. يا بنتي نحن بدنا نكتب كتابك هلا، وابوكي راح يكون وكيلك بكتب الكتاب. انت موافقه على هالشيء؟ ايه ايه شيخي موافقه. والعريس انت موافقه عليه يا بنتي؟ بدي اسمع صوتك يا بنتي، سمعيني صوتك. لا حياه بالدين. ايه شيخي موافقه. توكلنا على الله. لك نور البيت، لك نور، الله لا يحرمني. يا أهلين ويا سهلين، لك يا أهلين ويا سهلين، إن شاء الله ما تبلى المشي إلهي. وأنا كمان ابن عمي. إن شاء الله زواج مبارك.
الله يبارك فيك شيخي. يبارك فيك يا شيخنا. سمعونا الفاتحة على نية التوفيق. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله ألف مبروك أبو عبدو. الله يبارك فيك أبو عبدو. مبروك إن شاء الله. يا جماعة بكرة السهرة عنا بالبيت ها على القطايف، ما حدا ينسى. يا ابي انا رايح البيت. وانا رايح معك يا يلا وانا رايح كمان. وين بدكم تروحوا؟ بدنا نشرب شراب الدو. معلش ابو عبدو انا وياه عندنا مشوار ضروري. ايه ما بصير عقلي. وانا كمان بدك تسمح لنا لانه الوالد تعبان شوي، خذ لنا طريق ابو عبدو. يا اخي ما بصير، كان بدنا نكملوا سهره معنا. خلص ولا يهمك، رو يا ابي انا بقي انا ابو عبدو. يلا ان شاء الله بنعز. يلا سلام. يلا يلا يلا. الله معكم. الله معكم. مبروك يا ابو صفوان. قام هالعفريته اخذت مني جوزين الحلق ولبستهم. يا ستي ما في غير فهميه طالعه من خرجيك. على قد ما كانت مدلله عند ابي الله يرحمه. الله يرحمه. وعلى قد ما كان يوصينا فيها مشان هيك ما حدا بيزعلها. شهورتي؟ ايه ابن عمي. مالك علي يمين، رح اجيب لك نفس الجوزين الحلق مشان تلبسي اياه هون. ايه والله تسلم لي عينا، طول قعدتي عندهم حده ما نزل من على ايده، طول الليل والنهار حاملته، بتحبه بتموت عليه. لك شهورة. ايه ابن عمي. لك الله لا يحرمني الوش الحلو. لك قمر. قمر. بستحي انا ابن عمي. لك الله لا يحرمني اللي بستحي. ايش اليوم بدنا نقضيها طول الوقت على المراية؟ رح يطلع الضو. لك تعي شحني. خلصت ابن عمي. انت من قبضيات الحرم محدودين لك والله، يعني يا جبل ما يهزك ريح. ايه عقيد، بس انا اللي محيرني انه قدامي وقدام امي قال انه بنت عمه ما بده اياها، وانه ابوه زعلان منه لانه مو رضيان يتجوزها. شو اللي صار بعدين؟ والله ما بعرف شو اللي صار. يعني ابوه جبره عليها؟ لا عقيد، صفوان انا بعرفه منيح، ما حدا بيجبره على شيء. بعدين ما شفته شلون قاعد عم يجاكرني مجاكره. عمي صفوان وانت بتعرفه هي طبعه اخي، هي الحرم مليانة بنات وكل أهل الحارة بيتمنوك سهر لأهله، فالله يرضى عليك عمي وضاح. هذا الموضوع انسالية من أساسه. شو بنا وضاح؟ ما في شي عقيد، ما في شي. أيوة بديك أبضاي مثل ما بعرفك. ماشي عقيد، انت تيسر على بيتك، حابب هيك امشي لحالي شوي. روح الله معك، أنا بدي أشوف الأبضايات إذا عم بينطروا الحارة. خاطرك عقيد. الله معك. مين ابنك؟ أنا أبو أدهم. أهلين عقيد. أهلين أبو شومان. شلونك؟ شرف. شلون بدي أقول له؟ شلون بدي أقول له؟ لك والله ما بعرف لف ودور. يلا راح أقول له إياها قبل ما يجر معي. إيه صغري؟ عمول يعني طالما نحن قاعدين هيك ومبسوطين وفرحانين بهالمناسبة، وما في حدا غريب بيناتنا، ومعنا الشيخ نزير يلي هو منا وفينا وما منخبي عليه شيء. الله يبارك فيك يا ابو صفوان. ما فهمت عليك خير، شو في؟ يعني انا وصلني حكي انه الكم خاطر تخطبوا بنتي لابنك وضاح، ومثل ما بيقول المثل اخطب لبنتك قبل ما تخطب لابنك. يا بي لك ابني هذا ابن عمتك، يعني هو بغلاوتك عندي. بس مو هيك صهري، هاي البنت اعتبرها بنتك، واذا بدك انا من هلا بكتب الكتاب وعليم الله هذا الكلام ما بقوله لو على قطع رقبتي، وبدكم تنتقدوني انتقدوني. لا يا ابو صفوان لا، ما في انتقاد ولا شيء، والله يجزيك الخير. هو صحيح ما جرت العاده هيك، بس يا ريت كل واحد عنده بنت يذكرها لاصحابه وقرايبيله ويسعالها بالستر. شو قلت ابو وضاح؟ شوف يا ابو صفوان، وضاح ما بيفكر بالجواز هلا. هو صحيح انا عم دور على عروس بس مو لوضاح. لك لمين؟ لديبو الأجير اللي عندي بالمضافة. بس إذا بيناسبك إنك تخطبه إياها لنتكل على الله. الله يسامحك يا صغري، هلا هي متنا عندها؟ لكن حق عليك يا بي. بس لك عمي ما بصير تحكي بوجودنا وجود أبوك. بعدين يا أبو صفوان صهرك ما غلط، وابنه ما عم يفكر بجواز هلا، وبجوز اللي قال لك يكون غلطان، وهالإجير جاي يخطب على سنة الله ورسوله، فإذا ما بيناسبك قل له ما بيناسبني، وما حدا بيخطب حدا. إيه بس الناس ما أمل. لا يا أبو صفوان لا، هالحكي فيه تكبر،
الله سبحانه وتعالى ما بيحب المتكبرين. لك سوري انت ليش عم تدور على عروس لديبه وتعذب حالها؟ عندك بنت صبية الله يسلم لك ياها جوزه ياها. اسمع ابو صفوان، انت حكيت اللي عندك وانا حكيت اللي عندي، بس ما كان في داعي تجيب سيرة بنتي لاني مالي عارضها للجواز. السلام عليكم. وين صبي؟ عود هلا. خد لي طريق ابو عبدو، بدي امشي. يلا يلا تفضل. خدني معك مختار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك أخي. خير يا مو؟ شوفي أبوك وينه؟ يبعت لي حمى، أكيد صاير شي.